الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. أما الناس بتفتكر لما نقول يا رب لعالي كده إننا يعني ربنا هنا، ربنا ما فيش له مكان يسع، لأن المكان خلقه والمخلوق لا يسع الخالق. الله نعم. ولذلك ما تقولش متى وأين، لأن متى للزمان وأين للمكان، والزمان والمكان مخلوقان لله فما تستعملهمش مع الله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما بيحصلش كده تقول فلان في البيت رجل وفي الشارع رجل، يعني صفته ذاتية ما تفرقوش، الكمال ما يفرقوش هنا وهنا. طب في السماء إله وفي الأرض، دي الأرض للعبيد اللي بيسكنوها، وفي السماء إله للملائكة اللي عمالين يسبحون الليل والنهار ليه لا يفترون. جت هنا إشكال برضو من المستشرقين، قالوا إن كنتوا بتقولوا عندكم أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى، زي ما تقول لقيت رجلا وأكرمت رجلا، يبقى هل أكرمت له ولا رجل تاني؟ إنما لقيت الرجل فأكرمت الرجل، يبقى هو هو. يبقى النكرة لما تعاد يبقى حاجة تانية اتنين، والمعرفة إذا أعيدت تبقى عين الأولى. أنتوا عندكم بقى وهو الذي في السماء إله وهي نكرة وفي الأرض إله، يبقى نكرة، يبقى ده دل على إن ده إيه غير الأول. زي إيه؟ لقيت رجلا وأكرمت رجلا، يبقى غيره. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه؟ ما قالش وهو الذي في السماء الإله وفي الأرض الإله، لا. يبقى النكرة خدوها بقى، النكرة إذا أعيدت أفادت إيه؟ واحد تاني، والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ إن مع العسر يسرا، العسر معرفة ولا منكرة؟ معرفة. واليسر منكرة. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يبقى لما العسر جه هنا بالتعريف يبقى هو إيه؟ عين الأول، ولكن يسر جت هناك نكرة تبقى غير الثاني. ولذلك قال رسول الله استنباطا من الآية لن يغلب عسر لأنه واحد، يسرين لأنهم اثنين. دي بقى لها قصة مع الناس اللي بيقولوا عليها درويش. كنا في المسجد الأحمدي وجاء الشيخ المرحوم مغفور له الشيخ محمود شلتوت، كان شيخ أزهر، يزور طنطا. فلما زار طنطا راح المسجد عشان يصلي، فلما صلى كان ويانا واحد أستاذ تفسير اسمه سيدنا الشيخ أبو العنب رحمه الله، فقال له يا مولانا الحمد لله لأني جيت وجدتك هنا، لأنني كنت في الدرس مبارح وكنت في آية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وحصل الإشكال عسر ويسر، يبقى في إلهين، لأنه ما دام إله نكرة وإله نكرة يبقى غير الأولى. قال له يا ابني ما هم قايلين أن القاعدة أغلبية، القاعدة أغلبية، مش معنى أن ياتوا إلى نكرة أي أغلبية عشان ينفذوا دي، إحنا لسه بنتكلم ويتناقش. ودخل رجل والله ما عرفناه قبل ولا عرفناه بعد، فدخل راسه مكشوفة ومعها عصاية ولاده بحاجة شديدة، وقال يا علماء يا علماء، وشيخ الأزهر موجود وإحنا قاعدين، يا علماء يا علماء أنتوا ناسين اسم الموصول وهو الذي معرفة، ودول صلة الموصول الاثنين، يبقى ما حصلش تكرير. وتنه سيبنا وماشي، قعدنا يمكن نص ساعة والله لا يتكلم أحد منا مبهوتين. نعم أدي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض الذي دي اسم معرفة، يبقى ما فيش تكريت.
لأن إله صلة الموصول والثانية صلة الموصول لمين؟ لمعرفة وهو واحد. الله.